المزارعون في المناطق التي طهرتها قوات المقاومة المشتركة من الميليشيات الحوثية على امتداد الساحل الغربي يتنفسون الصعداء ويستأنفون أعمالهم، وذلك بعد أن كانت الميليشيات تسببت في تهجيرهم من منازلهم ومزارعهم قسرية. أوضاع أنا مشتتة زي الزفت، لا معنى أي حاجة ولا عقبوا أي حاجة، كانوا يهبوا مقابلة للنخيل يبزوا منه حق المجهود الحربي الخمس. الخمس حق المجهود الحربي كرعوي. كرعوي؟ كرعوي أم ديزر رفعوه أم ندبه 5000 رفعوه إلى 7.5 يبزوا 2500. المهم المزارع يعني كانوا المزارع كانوا يفرضوا عليكم. أيوه أيوه يفرضوا على كل واحد وعلى متكاكين وعلى كل شيء. نعم يعني المزارع انا شايف انه ما اثمرت ممتاز ما بقول لك دمرن خالص مزارع نظيف بعرف ناش نمشي كيف نقول نصلح كيف نقول نوطي كيف نقول نزرع شردنا بيوت على من المزارع انا خلي والله من اقطب في الارض ده اليوم يجي المعاصف مش سيح حتى حبش التمر في ثمي ما قدرت اسال نهايه دمروا كل شيء دمروا كل حاجه يعني يعني المصادر دخلكم الرئيسيه التمر التمر نعم النخيل من السنه الى سنه شرط ناقه مناقه يضربوا عليه من سنه ما تلقم سنه خديجان خديجان بقيت ولا حاجه والهبن تفلوك خلصت بيوت تاكل منه هنا كذا من سنه لسنه هب ثمره ده بعد شهر ذي الى انتهى شهر ذي. الميليشيات تعمدت تحويل منازل ومزارع المواطنين إلى ثكنات عسكرية ما أدى إلى عملية النزوح القسري وبالتالي دخول الميليشيات والتمترس داخل المزارع وحفر الأنفاق فيها وزراعة الألغام. لاحظتهم أثناء فرارهم وأثناء فروا من محد المقاومات فروا منه فروا من المواقع ويتون من خلف يعني فقط الآن تسللات ايوه يتسللوا يروحوا قول راحوا من الموقع يأتي من الجنب الثاني من بين المزارع بين المزارع سلوا المزارع نعم يعني أما القوة ما عزيش معهم هذه القوة ولا معهم بندق يا قوة الذي معهم معهم بندق بس ويعتمدوا على التسلل والسلل والغام والغام واللي دفنوا الغام كرحبوا يمون يعني الآن أنا شايف أنه كل المواطنين هنا اللي التقيناهم يشتكوا من الغام أنه لا الغام كثيرة يا ابن كثيرة يا أبو في البيوت يا أبو في الطراق يا أبو مع المهبوب فالمزارع محل ما تي محل ما صنف الله أنا قال حصلت واحد من المزارعين قال ما هو قادر يدخل مزرعته ايوه لحد الآن دعنا بيوت عيدة منك أخايفه لا تكون بين الغام داخل بيته بيت حقيقي أصلا كيف أقول أدخل ماش قادر تدخله ماش قادر تدخله عيدة من يوم مساري بسبب الغام بسبب الغام لقموا كل شيء كل شيء. ويعمل الحوثيون على تخويف المواطنين عبر بث الشائعات المفبركة التي يعتمدون عليها أثناء تقدم القوات المشتركة في الساحل الغربي. والآن نصيحتك أنت لأبناء الحديدة ونحن على مشارف الحديدة إيش نصيحتك لي لأنهم الآن عاملين لهم شائعات ودعاء أيوة خوف المواطن إنه إيش يذبحوكم وإنه ينبوا حقكم وإنه يدخلوا بيوتكم وكلام فاضي ولا فيش ما حصلتوا أي شيء من هذا ولا فيش الحمد لله ولا فيش إن شاء الأمن والاستقرار بس الأمن والاستقرار يا الحمد لله مواد الإغاثة جمعيات الإغاثة يعني الإغاثة تمشي لحد الآن مش النقلة ما تمشيش لكن الناس وصلنا اليوم الناس عاد ما وصلش الحمد لله لكن فيها كم شغيثوا كم الأمة نعم. كيف الأمة بسيطة كثير ها. المهم نصيحة لأبناء الحديدة إنه لا يصدقوا أي شيء ما اللي أبناء الحديدة عم جانين أبناء الحديدة ما يصدقوا ما يصدقوا الحوثيين يا ابن الحوثيين جو تزييف شو نشغش الأمة قشش كله قشش. أهالي الحديدة لم يعودوا يحتملوا إفك الميليشيات الإجرامية التي ارتكبت ولا تزال أبشع الانتهاكات مخالفة كل القوانين والأعراف الدولية. أنت تعرف أبناء الحديدة هم أكثر متشوقين للخلاص من الحوثيين. ها بدعم أبناء الحديدة عن شون في كل محل ما شون شي بني آدم في حاجون ضاقون ضاق المر نعم والله ضاق المر لكن ما يهبوا ما يدخل بقوته باستعماره مستاهل وانت مواطن كما الحين ما اللي شابه ليه لما نروح من الحديدة انا نروح من الحديدة مي واحد مي هبت له ملي في الحديدة بعدين سحبوا رابطه والله يبني بمشدة كذا ويمشي وهو بعد يفضل وهون هابي نقطة سال الحجر سال الآثار كنت شفت الآثار زي حق معارب ايه بعدين نزلنا في الطريق ده انا كما احد يابزك
قال من ورا ما عليه رصاص اوقاف ثابت والدريلاك ثابت من بعد بدوي اخر وقف انبطح انبطح قسم لك بالله ان انا بطحت انا ودقني في الارض يستحي يكسر تعلم اي حاجه قلت له ذي الخريطه دبستري ده انا قلت كذا كما دعوا واجهت قال لا انبطح بطحت وفتش الخريطه انبطح كاول بطحقه بطحقه ما هي اي ما لسه قال انبطح ما تعوى والله بعدونا قال الله لا ما طلمني يعني جنب بيت حقي قال لك انبطح بطحت مشاهد بعدين في حوالة بواحد قال لكم كبير عقون شكيت عليه قلت له انه ولدك سبق لي في الطريق وانهم جنبيني ها تقطعوا لكم وبطحنا وبيت مركزونا قال الله يا حجي طلع عليك قال الله انا احسب انه من الدواعش الدواعش شيت سنه هناك دخل الحبس واحد شيت سنه ما فيش ما فيش بوار المزارع محمود حسن الشنيني طالب المقاومة المشتركة بسرعة تطهير محافظة الحديدة وتطبيع الحياة ليعود المواطنون إلى ديارهم ويمارسوا حياتهم الطبيعية صحيح. وإن شاء الله ندخل الحديدة إن شاء الله تدخل الحديدة ونصور ربنا الله يعافيه أنت أكبر يبويكوه من اللي من النخل بين النخل يخرجوا بين النخل أكبر حنا بقلنا عبيب الله بحبتين بين الحنية ومعناش المصروف والله خرجت مثيابي صدق إن مثياب حقي داخل البيت ما قدرت أصلي وبين إذا همشت تزين متين وإن شاء الله يطهروا بقية المزارع يطهروا ويبوكوا نعم يبوكوا يسكفوا إحنا يا وبين إحنا من يدريب إحنا كيف حال إحنا الحال كما الحال نعم واتوا إيدوا وقابلوا كيف نقال والله أقسم الله إلا ما في حتى 500 نملكين بيت كامل من مزرعتي من بيوتي 100 مكاين 100 بيوت حقي سب مرابع حق بني أصبحنا ولا حتى حال دعنا على الناس أبو لنا دمروا والفو ليش دمروا دمروا كل شيء دمروا كل شيء وإن شاء الله يعني نصي يعني دعوتك للمقاومة الوطنية إن شاء الله إن شاء الله يستكملوا تطهير المزارع المزارع متضررين متضررين بين متضررين فوق القدر والله نعم متضررين صغار وكبار كلهم يدوم لا تركوا للمزارعين فرصة مهلهم يعني لا. مهامهم مهنتهم ولا تركوا للصيادين مهنتهم مهنتهم إنه الصياد كذا مأمن نفس الحالة نفس التي فيها يعني حرموهم من مصادر دخلهم نهائياً على الإطلاق يعني مشكلتكم الآن في تهامة كانت يعني فوق يعني أكبر من أي مشكلة في أي منطقة في اليمن نعم في الجمهورية نعم يعني مصادر دخلكم هي حاجتين هي الزراعة والصيد والصيد أولها مناطق زراعة عسكرية أولها عسكرية مسلحة مسلحة والله لا حول ولا قوة وخلوكم تحت خط الفجر حول ولا قوة تواصل ميليشيات الحوثي انتهاكاتها بحق المواطنين واستهدافهم.